أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد كل متابعينا متابعي تلفزيون يوم السابع في كل مكان. طبعا المومياوات بتشكل أمر مثير للغاية، والعثور عليها كمان بيكون شيء جذاب جدا، وكل وسائل الإعلام بتتكلم عنه وتفاصيله كمان بيبقى فيه اهتمام بيها، لأنها دايما بتكون تفاصيل غريبة جدا. منذ أيام قليلة تم العثور على أغرب مومياء في بيرو، وده لأنه وضعية المومياء كانت مذهلة، كانت مقيدة بالحبال بشكل كامل في مقبرة تحت الأرض. التفاصيل كانت كمان يعني الحقيقة غريبة جدا الخاصة بهذه المومياء، تفاصيل كانت غريبة وذكرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، وقالت إنه المومياء تم العثور عليها وهي مقيدة بالحبال في مقبرة تحت الأرض بمنطقة تبعد بضعة كيلومترات عن العاصمة عاصمة بيرو، غير إنه العلماء لم يحددوا جنسها بعد، ويعتقدون أن عمرها ما بين 800 ل 1200 سنة وبتنتمي لحضارة سبقت حضارة الإنكا. ضروري طبعا نتابع مع حضراتكم هذه الاكتشافات، ونتابع أنه هذه الاكتشافات بالتأكيد استعانت بآراء علماء الأثار، وبيقول عالم الأثار بيتر فان أنه بتكمن السمة الرئيسية لهذه المومياء في أن جميع مناطق جسمها مربوطة بالحبال، وأن يديها بتغطي وجهها، ووضع يعني يوضح كمان أنه بيرتبط هذا الوضع الغريب للمومياء على الأرجح بطقوس جنائزية معينة، وأنه هذا الإنسان عاش في جبال الإنديز قبل من 200 ل 600 عام من ظهور الإنكا، ولكن سنكشف المعلومات الأكثر دقة بعد إجراء دراسات إضافية على هذه المومياء الغريبة. وبالإضافة إلى المومياء التي تم العثور عليها، عثر العلماء علماء الأثار في المقبرة على أدوات شغل حجرية، ويعني أواني خزفية فيها أثار مواد نباتية. كمان علماء الأثار في هذه يعني الاكتشافات اكتشاف هذه المومياء بيقولوا أن هذا الربط المتقن للحبال الموجودة على جسد المومياء، زي ما احنا شايفين في هذه الصورة، الحبال الموجودة على هذه المومياء كان جزء من نمط الجنازات، وأن الشخص المحنط كان بيعيش في منطقة جبال الإنديز العليا التي تعرف اليوم بابيرو منذ حوالي 600 يعني أو من 600 عام قبل صعود شعب الإنكا، فيما أضاف أنه من خلال الكربون المشع سيتمكن من معرفة التسلسل الزمني الأكثر دقة للمومياء. طبعا احنا بنتابع مع حضراتكم بالتأكيد كل التفاصيل الخاصة بهذه يعني المومياء والعثور على هذه المومياء الغريبة، وبالتأكيد هنستمر معاكم في متابعة العصر اللي جت منه هذه المومياء، وليه يعني اتخذت هذا الشكل وهذا الوضع، وليه هي مربوطة بالحبال، واحنا ملاحظين كمان وضع الجسم عامل ازاي، يعني تقريبا ده وضع الجنين زي ما احنا شايفين مع حضراتكم في هذه الصورة. ونشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التغطية من تلفزيون يوم السابع، وانتظرونا بالتأكيد في متابعات جديدة على مدار اليوم. إلى اللقاء.